هاي، اليوم مش رح ناكل، اليوم رح أعرفكن على برودكت ما قلو زمان موجود بالسوق اسمه كوكومو. بتلاقوا عندهم كتير برودكت مثل بودي اويل، او حتى فينا نستعملوا استانينج اويل بكتير فليفرز حلوين. كمان عندهم سيروم للشعر. انا شخصيا جربت هول البرودكت ورح خبركن شو كانت النتيجة. اول شي الهير سيروم سوبر حلو بالصيفية، بيحمي الشعر من الشمس، وكمان فينا نستعمله بالشتوية كرمال شعرنا ما ينشف بالطقس السقع. اما بالنسبة للبودي اويل، فينا كمان نكون عم نستعمله استانينج اويل بالصيفية او بالشتوية اذا بنحب نعمل سولاريوم، كمان بيعطينا ريزلت كتير حلوة اذا مش من اول مرة من تاني مرة على الاكيد. بدي اخبركم يا يوجوالي انا بحترق وقت اتعرض للشمس وكون حاطه اويل، هذا اول مره باخذ لون بدون ما احترق وبدون ما اقشر. اما سيروم اللحميه والضفير، من بعد تجربه انا عملتها معهم كان عندي بروبلم بصبيعي احترقوا وكان بدهم وقت كتير لحتى يعملوا هيلينج، بس لانه انا كنت عم استعمل هذا الاويل اون ديلي بيسز صحوا بعد تقريبا 2 لـ 3 ويكس. بنصح الكل يشتري برودكتس من عندهم، واكيد اذا استعملتوا برومو كود where to eat lb رح يطلع لكم 10% discount.